خديجة حجوبي، رئيسة جمعية قافلة نور الصداقة للتنمية الاجتماعية ومديرة مركز لمناهضة العنف ضد النساء. اليوم قبل ما هذا النهار درنا عدة حملات تحسيسية، واحد سلسلة برنامج اللي هو كان حافل بالحملات التحسيسية ضد الوباء ديال كوفيد. اليوم كاين معنا شركاء اللي هما مهمين جدا، معنا جمعية النسور وهما شباب أصحاب دراجات نارية واللي بغاو يهبطوا للمنطقة ديالنا العزيزة علينا، هي منطقة المارينيين. كنقول لهم مرحبا بكم وتنشاركوهم هذا النهار. عندنا الحملة التحسيسية ديال كوفيد، وعندنا لو ميساج ديال الصحراء مغربية وستبقى مغربية، وإن شاء الله الرحمن الرحيم لن نسمح في شبر واحد منها. واليوم بغينا نديروا هاد جوج حملات اللي هما مهمين، كذلك ان الخطاب السامي ديال صاحب الجلاله اللي كان مهم جدا واللي حنا دائما تابعينه في جميع الخطط ديالو. المجتمع المدني اليوم كيبين على التمغربيه ديالو، المجتمع المدني الجاد في هاد الجائحه قدر يثبت الوجود ديالو. باش مازال معنا، مازال ما ساليناش، جزاكم بخير حلو كاملين، ونكونوا قد المسؤوليه وارتديوا الكمامه لانها اجباريه باش ما ناذيوش راسنا وما ناذيوش وليداتنا. وتحيه للجميع، والصحراء دائما مغربيه وستبقى مغربيه، تعيش تصفيقات حاره كاملين. وتبارك الله عليكم، تحيه للقوات المسلحه الملكيه ولكل مكونات الامن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعده ولكل فعاليات المجتمع المدني المتواجده معنا اليوم في هذا اللقاء والنشاط المتميز. هذه الجمعية التي أبانت الحب الدائم للوطن الغالي، ونحن دائما وراء المبادرات الملكية والصحراء مغربية وستبقى مغربية.